ومن نواكشوط ينضم إلينا مراسلنا محمد عبد الله مومين. محمد، ما هي السياقات التي تأتي فيها انعقاد هذه القمة في نواكشوط والتي تجمع فرنسا بدول مجموعة الساحل؟ الواقع هذه القمة ينتظر أن تنطلق في غضون دقائق من الآن، وقد تأخر انطلاقها زهاء ساعتين بسبب تأخر وصول بعض القادة الذين سيشاركون في هذه القمة، وآخر من وصل كان رئيس الوزراء الإسباني. هذه القمة يشارك فيها قادة دول الساحل إضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، بعضهم يشارك مباشرة مثل رئيس الوزراء الإسباني، والبعض عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة. من أبرز من سيتحدث في هذه القمة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء الإيطالي ورئيس الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة. هذه القمة كذلك سيفتتحها الرئيس الموريتاني والرئيس الفرنسي. القمة ستبدأ خلف أبواب موصدة، وستفتح أمام بعض المصورين لمدة دقائق، وذلك لنقل الخطب مباشرة على الهواء. هذه القمة تدرس جملة من التحديات، من أبرز ما هو مطروح على جدول أعمال القمة مصير القوة المشتركة وسبل جلب الدعم المادي لهذه القوة. هذه القمة أيضا ستقرر دور قوة برخان، والتي ستحدد في مهام محددة على الحدود ما بين النيجر وتشاد ومالي، سيكون تدخلها محصور في هذه المنطقة تحديدا. القمة كذلك ستبحث قضية الديون، ديون منطقة دول الساحل، على ضوء ما فرضته جائحة كورونا من مستجدات في المنطقة وعبر العالم. القمة كذلك ستبحث جملة من الملفات الهامة، وسترصد التمويل للمناطق الفقيرة، باعتبار أن الفقر من الأمور التي تزكي جدوى الإرهاب في المنطقة. نعم. والتركيز بشكل أساسي على محاربة الجماعات المسلحة، خاصة في منطقة الصحراء والساحل. شكرا جزيلا لك محمد عبد الله مومين.